أصدقائنا الأعزاء متابعينا في غرارات السياحة، مرة أخرى زرنا منتجع والتلفريكات طاقة زور في أرمينيا. اليوم بمناسبة العيد نحب نعايدكم ونقول كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله نعاد عليكم بالأفراح. نشوف السواح اليوم أكثر، الأغلبية جايين مع عوائلهم يقضون فترة العيد في أرمينيا. هذا اليوم وضع طاقة زور. ندعو إخواننا واللي يتابعونا واللي يرغبون بزيارة أرمينيا أن يكونوا جادين باتصالاتهم. يوميا بصراحة دا نستقبل عشرات الاتصالات وأكثر وبدون مبالغة، لكن دا أحس الأغلبية مجرد يتصل ويأجل الموضوع كأنما أرمينيا دا تنتظره، كأنما أرمينيا واقفة تنتظر الشخص الفلاني أو العائلة الفلانية راح يزورون أرمينيا. صدقوني الفنادق مكتظة، وكونوا على ثقة، الشقق اللي كان الإيجار اليومي 40 دولار سووه 50 دولار ودي صعدوا سووه 55 دولار بالليلة، والسيارة اللي كنا نأجرها على مود تور واحد ب 100 دولار دي صعدوا 120-130 دولار، والسواح إذا كان يوصلون 100 ألف سائح، ال 100 ألف تحول إلى 200-300 ألف سائح هالسنة إذا مو أكثر. هذا مجرد أرقام، أعطيكم نسب. فاللي أرجوه اللي يتفق معنا وينهي اتفاقه بدفع مبلغ من المال، يدفع يحول عربون، يدفعها عن طريق المانيجرام، يسلمها الشخص أحد ما عارفنا في البلد اللي دي يتصل بيه حتى نلتزم وياه، وإلا ماكو بيناتنا وبيناتهم أي اتصال وما يلومنا. يجي للمطار يلقى سيارة بدل ما تنقلها بعشر دولارات ينقلها بخمسين دولار، هذا مو مشكلتنا بعد. لا يجي هنا يتصل يقوم يترجع، وأخوك وابن عمك وما أدري إيش، ترى الله الشاهد هنا ده ننحرج معه هواية، والشيء ده يتكرر أكثر شيء مع أخواننا العراقيين. أخواننا أرجوكم مرة أخرى أخذ الموضوع بشكل جدي، اللي يحب يزور أرمينيا خليه يتصل بينا، إحنا ما لنا علاقة، يتصل بغير شركات بأخير يوم، يتصل بيه ورا أسبوع، إحنا يتصل بينا قبل أسبوعين ثلاثة يتفق نسوي له البرنامج كامل ونتفق على السعر ويدفع المبلغ أو نص المبلغ أو 20% على الأقل، حتى يكون بيناتنا اتفاق نقدر نوفي بعدنا. هسه ما نريد نحكي بعد أكثر، نريد لكم تشوفوا الطبيعة اليوم في طاقة زور، والآن راح نطلع منا ننتظر سواحنا ينزلون حتى نتوجه إلى بحيرة سيفان. هذه طبعا تشوفوها الخضار اللي مثل الثيل، هذه منطقة مخصصة للتزلج، لأن في الشتاء هنا المنطقة هذه كلها مغطاة بالثلوج وتقام بها ألعاب التزلج على الجليد. احنا تكلمنا قلنا لكم هواي اكو سواح يجون، يجوز اكو بعض الاشخاص يشكون يريدون يخلونهم بعدين من قيمتنا من خلال كومنتاتهم من خلال تعليقاتهم الفارغة احتمال. انا راح اصور لكم، ما راح اصور لكم الناس اللي جاي، راح اصور اعداد السيارات اللي متوقفة فقط في احد منتجعات ارمينيا. انا راح انزل للباركينج، واحنا هسه الساعة 12 الظهر، اكيد اكو بعد بقدها السيارات بالطريق راح توصل. تقدرون تحسبون السيارات تحسبوها، انا راح اثبت الكاميرا. هذه السيارات الصغيره، وشوفوا افواج العرب والايرانيين والارمن والاجانب كلهم. فاترجاكم مره اخرى اخواننا اخذوا الموضوع بشكل جدي اكثر، اتصلوا بينا، ارقامنا منشور على اليوتيوب والفيسبوك غرارات للسياحه، يكفيك تكتب غرارات للسياحه لتجدنا. شوفوا هنا هذه الباصات، ودنعاني مشكله اخرى اخوان، يتصل بينا ويتفق ويرجع يقول والله انا لقيت واحد يوديني الاماكن اللي توديها بنص قيمتك. ارجوكم هذا الكلام اللي عند هذا الكلام لا يسمعناها اطلاقا، قطعا لا يسمعنا اياها. يتفق ويانا يتفق، ما يتفق ويانا احنا نقول له بألف دولار، خلي يقول انا لقيت بميتين دولار، خلي يروح يتعامل ويا ابو الميتين دولار او ويا ابو الثلاثمية دولار، هذا مشكلته هو، يعاني ما يعانيه. اتصور
شفتوا سيارات اعداد هذه الباصات، هذا ايضا هنا في الكافيتيريا الصغيره اللي ما يريد يصعد تلفريك يقدر يقعد هنا يشرب فنجان قهوه، كوب شاي، ياكل له ساندويتش. وهذا الفيديو انا طبعا ما راح امسحه، راح ابقي لانه سمعنا كلام من بعض الاشخاص الله اعلم غايتهم. واحد يقول لك قرارات للسياحة يتفلسف، واحد يقول لك قرارات للسياحة يخلي اسعار بكيفه ويخلي اعداد سواح بكيف، هذول السواح. هذا قرارات للسياحة كاميرته اذا تحكي، اليوم الكاميرا هي اللي تتكلم. وبالنسبة للشركات، الكلام يخص للشركات اللي يريدون يجزون جروبات، يتم الاتفاق مع الشركة بعد الاتصال الأول، يطلب برنامج، نهيئ لهم برنامج بعدد أيام تواجدهم في أرمينيا، ويتفق على الأماكن، ويذكر لهم المناطق اللي سيزورونها منطقة منطقة، ويثبت، ويتفق على السعر النهائي. في حالة الاتفاق وسلام العربون، أي تغيير بأي فقرة يتم تغيير بالسعر. هنا أرمينيا مو مثل باقي الدول إخوان، أرمينيا البنزين غالي، الغاز غالي. إذا البنزين بغير دولة تشتريها بعشرين سنت 30 سنت اللتر، هنا يشتروها بدولار. إذا الغاز يفولوه بغير دولة بمئة درام، هنا يفولوها بمئتين 250 درام. لذلك السواق وأصحاب شركات السيارات يأجر لك السيارة على أساس المسافة اللي راح تتجولون بها، وعلى أساس الساعات اللي يبقى وياك، يعني بما معناه على قولة العراقي مو هوسة، ماكو شيء هوسة، يلا على خاطري مشيها، ماكو هذا مال مشيها على خاطري ينسي. هاي العبارة هنا يقول لك أعطيك سيارة تمشي 170 كيلومتر تدفع لي فلوس مال 170 كيلومتر أجورة كذا المبلغ، مشيت 175 كيلومتر تدفع أجور 175 كيلومتر. ما يقول لك على خاطري هذا الخمس كيلومترات، هذا الحشي هنا ما يمشي. أرجوكم اقتنعوا بهذا الكلام، الكلام يخص أصحاب الشركات. راح أتوقف بهذا القدر من النقل، وإن شاء الله من نوصل بحيرة سيبان نحاول ننقل لكم.